معي في الاستوديو نائب رئيس كلية منلو الأمريكية لإدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق صيداوي. صباح الخير دكتور موفق، وأهلا وسهلا فيك معنا على سكاي نيوز عربية هذا الصباح. شكرا، صباح النور. عم نتحدث عن موضوع كتير مهم بالنسبة للشباب العربي الذي دائما ما يبحث عن فرص ربما في جامعات رائدة في الدول الغربية. بداية، متى يجب أن يبدأ الطالب بالتفكير بالتقدم لمنحة دراسية، وما هي الخطوات الأساسية التي يجب أن يقوم بها؟ نعم، سؤال كتير مهم. الطالب إذا بده يتخرج بماي أو جون بهالسنة هاي لازم يبلش من شهر سبتمبر من السنة الماضية. يعني إذا بده يتخرج بيونيو بده يتقدم بسبتمبر. نعم. ولكن في طالب أو الطالب يقدم هلأ ابتداء من اليوم للمنح الموجودة بالجامعات، ولكن بده ينتبه كتير مهم للديدلاين. الديدلاين معظمها بيوقف بمارش، maybe latest April، لأنه الجامعات بتسكر القبول بأبريل. يعني شهر أبريل هو آخر فرصة ربما حسب السكولرشيب تقريبا. نعم. شو هي الخطوات اليوم اللي بده يتبع ليتقدم؟ نعم، في ميث صغيرة أنه الأهالي أو الطلاب بيعتبروا أنه الإنسان بده يكون متفوق كتير لحتى يحصل على سكولرشيب، ومش دايما هو هيدا صح. في شيء اسمه ميريت سكولرشيب، يعني اذا الطالب مجتهد او الطالبه مجتهده والجي بي اي عالي اكيد سكولرشيب بتكون اسهل، ولكن في طرق عديده يتقدم فيها بالبارشل سكولرشيب بنحكي فيها، يعني منحه جزئيه. منحه جزئيه يعني اذا الطالب او الطالبه شاركوا ليساعدوا بالهلال الاحمر او يساعدوا بالكوميونتي تبعهم او تطوعوا لنون بروفيت اورجانيزيشن، إذا بيحكوا قصتهم، إذا بيكتبوا فيها بسكولرشيب، هيدي بتعطيهم بارشل جزئية سكولرشيب ليفوتوا على الجامعات. يعني هيدا الأنشطة اللي بيقوموا فيها خارج المسار الأكاديمي. نعم، نعم. في مواقع إلكترونية ربما ممكن إنه يلجأوا لها ليطلعوا على الخيارات المتاحة؟ نعم، scholarships بالاس.com في كتير منح موجودة عليها وكلها up to date. في منح تانية كمان مع شركات ممكن تكون، أو ممكن تكون مع Fulbright Foreign Student Scholarship. Fulbright هي معظمة بأمريكا ولكن بتودي الطلاب لجميع أنحاء العالم. في مؤسسات مثل BigFuture.com كمان بيحطوا كل السكولرشيب الموجودة بأوروبا، كندا، أستراليا وأمريكا. تماما. شو الأمور يلي اليوم لازم يتنبه لها الشخص وقتها عم بيكون عم بتقدم بطلب للحصول على منحة؟ أهم شيء spelling، لانه الكميه اللي عم تقرا يعني ما يكون في اخطاء املائيه. ما يكون في اخطاء املائيه، لانه الانسان اللي عم يقرا هالاشياء هيدي عم يقرا كثير، فالاخطاء الاملائيه بتاثر. هيدي نمبر 1. نمبر 2، يحكي القصه تكون متكامله بطريقه ناعمه توصل للقارئ، ما يزيد، يكون فيري ترانسبيرنت، يكون صريح، يخلينا نحس نحن عايشين جوات القصه معه او مع الطالب. الشغله الثالثه، ينتبه على الديدلاين، يعني اذا كتب بالسكولرشيب لازم تنبعث باي ميدنايت، ميدنايت البلد اللي هي واصله عنده مش البلد اللي هو منطلقه منه. معظم السكولرشيب بيقول لك لازم تكون الابلكيشن مثلا 500 words، ما يكتبوا 700 words، يعني 500 كلمه. 500 الالتزام بالمساحه المخصصه. نعم، كثره الكلام مثل قلتوا بده يكون ملتزم بكل القوانين. بيطلبوا احيانا letter of recommendation، وهيدي كثير مهمه، والاخطاء اللي بنشوفها الطالب بيروح عند استاذ له بالمدرسه بيطلب one letter يبعثها للكل، يعني رساله توصيه. نعم، فهيدي مهمه انه يخبر الاستاذ انا عم اقدم على سكولرشيب لجامعه معينه لاختصاص معين، فتكون letter of recommendation مكتوبه لهال سكولرشيب بالتحديد، موجهه للجامعه. نعم، وبالاسماء. نعم، المحدده. نعم، كلها. نعم، خطوات مهمه يمكن اليوم بالنسبه للطلاب. هذا من ناحيه الطالب، ولكن الجامعات كيف تستفيد من هذه المنح التي تقدمها؟ ما هي الفائده التي تعود على الجامعه؟ نعم، الجامعات الاوروبيه، كنديه، امريكيه، بكل العالم بهم يكون عندها مزيج بين الحضارات،
يعني ما بيهمنا مثلا بامريكا يكون بس طلابنا كلهم امريكان، بيهمنا يكون عندنا تجمع من جميع انحاء العالم لحتى الطلاب بيكام جلوبال سيتيزن بتفكيرهم بارائهم باختياراتهم للطرق التعامل مع بعضهم البعض، وبتساعد الطلاب الاجانب الامريكان والاوروبيين يتعلموا بقلب بلدهم من الغير بدون تكاليف، فهيدي مهمه لنا. بعدين بيجينا منح نحن من الدولة إذا درنا جبنا طلاب انترناشنال أكتر، فعنا إفادة للطلاب وعنا إفادة مادية بتجينا من الدولة إذا درنا جبنا طلاب أكتر. هذا التنوع الثقافي أكيد بيثري الطالب وبيعزز عنده ربما مهارات ما بيشتغل عليها المنهج التعليمي أو الأكاديمي بالجامعة. دكتور موفق، كيف تنظر ربما لموضوع المنح اليوم تحديدا بعد جائحة كورونا؟ كان في انحسار بعض الشيء للطلاب الدوليين، الحركة، الحصول على تأشيرات، هل عادت الأمور إلى طبيعتها بهذا المجال؟ تقريبا لكل الدول عادت الوضع لطبيعته، بس بعض الدول بعدها محصورة مثل بآسيا أصعب شوي لأنه بعد في مشاكل صغيرة بالكورونا، ولكن الطالب لازم يقدم ويقدم بكير وينتبه على type of scholarship، يعني ما في scholarship وحدة للكل. وإذا بتحبي نحكي فيهم على السريع، في شيء اسمه merit base هي الجي بي اي، في شيء اسمه need base يعني بالاستناد إلى التفوق الدراسي. نعم، التفوق أولا. النيد بيس إذا مثلا الأهل مش قادرين يعلموا ولادهم برا، ولكن ولد كتير متفوق وعنده أنشطة عمل فيها، إذا بيجيب جردة عن الانكم لأهله من البنك اللي هن البلد اللي عايشين فيه ويبعتها مع الطلب، يقول أنا ليش لازم أخذ سكولارشيب، بيجي سكولارشيب بيدعم الطلب. في شيء اسمه ايدنتيتي بيس، اذا مثلا الطالب اذا الجامعه بحاجه لطلاب من الهند او الصين او من الشرق الاوسط، الناشوناليتي الاثنيسيتي تبعهم بتساعدهم، يعني بيكون في كوتا معينه. نعم، داخل لازم نحن نجمعها. كثير شغله مهمه نحن اليوم عم نتفقدها او بحاجه لها باوروبا وكندا وامريكا، هي الصبايا يكونوا عندهم انجينيرنج او تكنيكال باك جراوند، فكتير جمعيات وجامعات عم تعطي سكولارشيب للصبايا اللي عم بيفوتوا بالاناليتكس داتا ساينس، تشجيع الفتيات بالمجالات. نعم، العلميه. نعم، وعم نعطي سكولارشيب اب تو 100%، فكتير مهم انه الطالب يعرف اي سكولارشيب يقدم عليها ويبحث قد ما فيه وياخذ من وقته. الى اي مدى هذه المنح اليوم تفتح افاق للطلاب بالفرص حتى بسوق العمل بالمستقبل؟ سؤال كتير حلو، لانه احيانا سكولارشيب لو ما حتى كانت 100%، لو كانت جزء بسيط صغير، حتساعد الطالب اذا حطها على السي في او لينكدين to be recipient of any scholarship، رح تساعد الطالب انه يفتح له مجال internship، يفتح له مجال العمل بشركات، وبنفس الوقت اذا بده يقدم على ماسترز ديجري مع الوقت حيلاقوه انه هو من الهاي سكول كان متفوق، انه قدر حصل على مصاري وتعلم بجامعات اجنبيه ويقدر يفوت على جامعات الماجستير بكل سهوله. يعني مؤشر جيد جدا على السيره الذاتيه حتى بوقت لاحق بالنسبه للطلاب. نعم. اليوم الكثير من الجامعات بتقدم خدمات ربما استشاريه معينه بتساعد الطلاب بتحديد توجههم بالصفوف الثانويه، الى اي مدى مثل هذه الجلسات مفيده؟ وبموضوع المنح هل يمكن ان تساعد ايضا؟ نعم، اليوم الجامعات كلياتنا عم نعتمد ان يكون عندنا كونسلرز لحتى يتقابلوا مع الطلاب عن زوم، يقابلوهم شخصيا. معظم الجامعات عم تسافر وتجي على بلدان عديدة لحتى تساعد الطلاب بالهاي سكول سيستمز to advise them to be transparent، يكون صريح بالمعلومات اللي عم نقطة يعطيها. الشفافية عم تركز عليها، مهمة جدا، كثير مهمة، لأن عادة بميل الطالب لتجميل طبعاً الوضع أو حتى يضيف حقائق ببعض الأحيان ما بتكون واقعية أو يزيدها شوي. نحن we read between the line، يعني يكون صريح، يكون transparent ويحكي القصة بطريقة سلسة سهلة ونقدر نفهمها، يعني قبل ما يبعث لنا إياها أو يبعثها لأي جامعة يخلي حدا ما بيعرفه صديق له يقراها او اهله يشوفوا شو بيعطوا رايهم فيها وبعدين يبعث لنا اياها. هيدي كثير مهمه، لانه اذا ما وصلت لهم الفكره وهن بيعرفوا ما رح توصلنا لنا. فالشفافيه كثير مهمه، الصدق، وما يطول بالحديث كثير، يعني less is more، يعني كثره الكلام مش حيضيف القبول اكثر.
شكرا جزيلا على كل هذه النصائح والمعلومات القيمة. دكتور موفق صيداوي، نائب رئيس كلية منلو الأمريكية لإدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية، بنتمنى لك كل التوفيق ويوم سعيد كمان. شكرا لك. شكرا لك.